المعلمه نجاح بكريه مديره مدرسه الحكمه في القطيع، انتم اليوم بتقوموا بنشاط معين، رسومات انا شايف، ممكن تحكي لنا عن هذا النشاط شيء؟ كيف قدرتوا له؟ مين بادر؟ معرض الرسم هو مبادرة من مجلس الطلاب، كان الهدف منا انه احنا نعطي منصة لكل الطلاب على مختلف المواهب الموجودة عندهم، اللي هن يعرضوا رسماتهم، اللي هن يحسوا بالثقة بالنفس، يكون في عندهم مجال اللي يعبروا عن كل الامور اللي هن بحبوها والفن اللي موجود في داخلهم او الموهبة اللي موجودة في داخلهم ينموها بشكل كبير جدا. طبعا المعرض الرسم كان بالنسبة إلنا هو مش المبادرة الأولى، كان في عنا مبادرات قبل، اللي كان في عنا يوم للمواهب، اللي كان فيه عزف دبكة، عرض لبرامج كاراتيه للطلاب، كل طالب بالموهبة اللي هو بحبها. وطبعا الفكرة اجت في ترابط مع يوم الأعمال الخيرية، لأنه الطلاب اقترحوا بما إنه فالطلاب اقترحوا بما انه بده يكون في معرض الرسم، اقترحوا انه يبيعوا الرسومات تبعتهم، مدخول الرسومات طبعا يكون في تبرع ليوم الاعمال الخيريه اذا كان لاي مؤسسه خيريه اللي هم بحبوا يتبرعوا. انا شايف رسومات كثير، بتعرفي قديش عدد الطلاب اللي اشتركوا بالضبط؟ في عنا تقريبا حوالي 150 طالب اشتركوا في الرسومات. الاشي احنا هل كان هناك توجيه معين شو يرسموا؟ لا، احنا بهمنا هون اول اشي التوجيه كان فقط لطريقة الرسم، ولكن كل طالب هون كان في عنده ميول معينة اللي هو حب يرسم الرسم اللي هي بتعبر احيانا عن أحاسيسه، بتعبر عن نفسه، فإحنا عطينا هون حرية للطالب اللي بحب يرسم كل واحد. بس هاي الحرية يعني هل هناك ما كانش معلمات مربيات ليوجهوا الطالب يعني ولا هو يرسم ولا رسم ولا هو رسم على خاطره من دون أي تدخل؟ كل الطلاب اللي موجودين عندنا اللي بادروا في مشروع الرسم مع مجلس الطلاب كان طبعا بإشراف المعلمات، وهون كمان فرصة إني أشكرهم جدا، مجلس الطلاب والمعلمات، المعلمة سماح خير مركز تربية اجتماعية، المعلمة جميلة شاهين اللي هي معلمة فنون في المدرسة واللي هي أشرفت على هذا المشروع، وطبعاً بتوجيه الطلاب، بتوجيه الأهل كمان اللي كتير كمان شجعوا الفكرة وساعدونا ودعمونا عشان نوصل لهذا المشروع اللي اليوم كيف أنت شايفه فعلاً منصة إنه كل طالب يعبر عن موهبته ويأخذ ما محله طبعاً في المعرض. يعني أنا اليوم من خلال لما بديتوا حسيتوا كثير أهل شاركوا، من هل فعلا يعني أنتوا توجهتوا الأهل للمشاركة يشوفوا شو أبدعوا طلابهم؟ طبعا إحنا في دائما تعاون بيننا وبين الأهل، بين كل الأهل وبين كمان لجنة الأهل المدرسية، بهمنا جدا إنه الأهل يشجعوا الطلاب، التوجه الهدف اللي موجود بيننا كمدرسة مع الأهل وإحنا بنشتغل على نفس الهدف، وهذا الإشي بعطينا مجال للمشاركة لدعم الطالب من ناحية حسية من ناحية نفسية، هذا الإشي كثير بنعكس على الثقة بالنفس عند الطالب، وطبعا إحنا والأهل شركاء في هذا المجال. كلمة أخيرة، بعد ما شفت الرسومات بعد مشاركة الأهل كيف بتقيمي أنت الأمر؟ أول إشي أنا جدا مبسوطة اليوم بوجود الأهل معنا، بوجود طلابنا مجلس الطلاب، كل طلاب المدرسة فاتوا على المعرض، كل الضيوف اللي زارونا من رئيس المجلس دكتور سويد، من الأخ حمد علي، من جميع الأهل كليات المحترمين الموجودين كانوا معنا، التبرع تبعهم للمدرسة، هذا الإشي أعطى شجع الطلاب على المبادرات، وهذا إشي مهم جدا، والإشي الأهم إنه إحنا نذوق قيمة العطاء، قيمة الانتماء عند الطلاب. بفكر إنه المعرض حقق هدفه ووصلنا اليوم لوضع إنه إحنا نزيد من هاي الفعاليات من هاي النشاطات، لأنه بتعطي الطالب استقلالية تامة وبتعطيه مجال إنه هو أنا موجود فشوفوني، مش فقط في المواضيع رياضيات وعلوم ولغات، وإنما كمان في مجالات تانية اللي أنا قوي فيها. شكرا.